ده لقاء مهم للغاية للغاية. وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام وزير الدفاع، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأزمة الراهنة بقطاع غزة. يبقى الراجل مسؤول ده بيدير المنظومة بالكامل، القيادة المركزية الأمريكية مع قائد الجيش المصري ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. يبقى خلي بال حضرتك في أي تحرك وأي إجراء هنا الجيش المصري، الجيش المصري. طب هوريكوا الاجتماع واللقاء ده مهم قوي، ومهم كمان نعرف إيه الحكاية اللي حصل النهاردة في هذا الاجتماع. نتابع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة، مؤكدا على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية. تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون العسكري لكلا البلدين. حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية. خطواتنا مدروسة في أي شيء، بالمناسبة في أي شيء بناخده خطواتنا مدروسة. فحضرتك مش عايز حد يقعد يلعب كل شوية في دماغك الموضوع فين ورايح فين، لا، خطواتنا دقيقة مدروسة. بقول لك قائد القيادة الأمريكية المشتركة اللي هو أكبر يعني مسؤول موجود معانا النهاردة مع الجيش المصري، مع قائد القوات المسلحة المصرية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. احنا خطواتنا دايما مدروسة، نحافظ على أمننا القومي، وزي ما بنقول كده دايما يعني ربنا يحفظ مصر. النهارده كمان البرلمان مستشار الدكتور حنيف الجبالي رئيس مجلس النواب، النهارده هو مجلس النواب يعبر عن الشعب، ومجلس النواب يتحدث بلسان الشعب، وعندما تكون هناك رسالة تأتي من البرلمان المصري تأتي على لسان رئيس مجلس النواب والأعضاء أعضاء مجلس النواب. البرلمان المصري يحمل حكومة إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في غزة. المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ندعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. طب ممكن نسمع، لأنه دي كلمة مهمة قوي قوي، ودي رسالة قوية قوي جدا من المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. خلي بالكم النهاردة اللي بيتكلم مجلس النواب، رئيس مجلس النواب المصري، فرسالته توصل للعالم كله. كلم بيحذر، يقول والدعم للرئيس ومع خطوات الرئيس واي اجراءات الرئيس للحفاظ على ايه حقوق الشعب الفلسطيني. ماذا قال مستشار حنيف جبالي؟ نتابع. بقول لكم كلمه مهمه قوي اليوم. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، تابعنا جميعا بكل اهتمام تطور الاحداث المرتبطه بالاراضي الفلسطينيه المحتله خلال
24 ساعة المنصرمة والتي سلكت مسارات متباينة، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير والوساطة المصرية القطرية، تمهيداً لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على 200 يوم. إلا أن الحكومة الإسرائيلية قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط قطاع غزة في تلويح متغطرس بهجوم بري على المدينة، أعقبه شن غارات جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمة نارية. واتصالاً بذلك، فإن مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين ويهيب المجلس بالأطراف كافة أن تعي جيداً أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح، بغية بلوغ اتفاق يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل الرهائن والسجناء وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولة فلسطينية، كما يهيب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية. نواب شعب مصر، إن مجلس النواب المصري يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن في هذه المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات. ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة التي يخطوها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلك الخطوات التي يخطوها سيادته في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيداً كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها. وخير دليل على ذلك جهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل الوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية. حفظ الله جل وعلا أرض فلسطين لشعبها، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
مشار حنف الجبالي قبل ما يختم قال ايه؟ حفظ الله ايه؟ أرض فلسطين لشعبها. أرض فلسطين للشعب الفلسطيني. هل هناك أحد ليه أطماع؟ أبداً. بالمناسبة عرضوا على الرئيس سادات إن مصر تدير غزة، رفض. عرض على الرئيس مبارك مصر تتولى حتى تبعت قوات وتتولى، رفض. في 2007-2008 رفض الرئيس مبارك حد يروح. بالمناسبة ولا الآن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء مصر موقفهم واضح، فلسطين لأهلها وشعبها، غزة لأهل فلسطين. لا لينا أطماع في غزة ولا في أي مكان، ولا جيشنا رايح هناك جوه الأراضي الفلسطينية، ولا قواتنا الأمنية رايحة خالص. عرضوا زمان طيب ابعتوا قوات تتولى المنطقة اللي هي العازلة ديت، لا. الاتحاد الأوروبي اتكلموا، وقتها كان وزير خارجية السيد أحمد بلغيط، وزير خارجية مصر، اسألوه الأمين العام لحل الجامعة العرض كان إيه وهو وزير خارجية مصر، هيحكي لكم الحكاية. قعد مع أعتقد وزير الخارجية ربما هولندا والنرويج يمكن، وقال لهم أنتوا عايزين تبعتوا قوات؟ طب وأنت بتعرض ولادك هيقتلوا الناس، أي حد يروح هيتضرب، ما تسيبوا شعب الفلسطيني هم اللي بلدهم وأمنهم وأرضهم وحكايتهم مع بعض، يبقى الأمن من عندهم والشرطة من عندهم، هم اللي يأمنوا. ليه تبعت بقى قوات عربية ولا قوات أجنبية ولا؟ لا، سيبوا الوضع ليهم هم. ما هي كانت قوات ومشيت. ما كانوا الأوروبيين موجودين على المعبر، بقول لكم كانوا موجودين على معبر رفح الفلسطيني من 2005-2007 ومشيوا، والامريكان كانوا بيتابعوا، والاسرائيليين كانوا موجودين اللي رجعوا النهارده قعدوا على الرفح الفلسطيني، قاعدين خلاص موجودين فيه دلوقتي ورافعين العلم بتاعهم. للاسف الشديد نزلوا علم فلسطين ورفعوا علم جيش الاحتلال. فاحنا كاني بقول لحضراتكم قولا واحدا، زي ما حضرتك شايفني كده من زمان قوي بيتكلموا في الموضوع ده، وكل ما ابقى اقول لك مصر، لا يا سيدي، مصر معنيه بحمايه امنها وحدودها، جيش مصر معني بأمن وحدوده، بس نقطة. اللي مش عارف حضر ايه يعمل ايه تاني. فاحنا بنعمل كل الجهد الكبير اللي بيتعمل ده من اول سيادة الرئيس، بيتعمل عشان وقف اطلاق النار، بس حماية الناس، حماية الشعب الفلسطيني. نقدر ندخل مساعدات بدل 100 عربية ولا 500، ندخل 1000 عربية وتدخل الكميات اللي هم عايزينها في أي وقت. ده اللي مصر عايزاه النهاردة، وصولا لدولة يا رب، وصولا لدولة. لكن الأولوية لإيه؟ وقف إطلاق النار، وقف آلة القتل المستمرة لأشقانا في غزة. ده اللي مصر بتشغل عليه، مش عشان حاجة تانية، ولا عمرنا عندنا أي حاجة أخرى إلا مصلحة الشعب الفلسطيني. ده شغل الرئيس، الشغل الشاغل عدم تصفيه القضيه. اللي بيتعمل ده كله عشان القضيه ما تتصفاش. هو لما الرئيس قال لك ما فيش تهجير ومش هنسمح وخط احمر، ليه؟ ما انت سمحت بتهجير خلاص القضيه خلصت، مفيش قضيه. طب احنا بنحافظ عليهم يفضلوا في ارضهم عشان لو خرجوا ما فيش قضيه، انتهت القضيه. لازم نفهم الحكايه. خلي بالكم الاعلام الاسرائيلي زيه زي الاخواني بالظبط، اعدائك. تاني، لا تفرق بين الاعلام العبري والإعلام الإخواني، الاثنين أعداء مصر، أعدائنا، فناخد بالنا من اللي بيروجوه عشان يعمل إثارة وتهييج للناس وتفضل بقى تتكلم. لا، خليك ثابت وصامد. عارف جرانيت أسوان كده، زي ما قال لنا السيد أحمد بغضبة، كنت بكلمه بزعل امبارح بعيد الحلقة عشان شم النسيم، فبتكلمه على رسالته لنتنياهو إنه لا يختبر صلابة جرانيت أسوان اللي هو الجيش المصري، يعني خليك زي جرانيت أسوان. عارف الجرانيت؟ خليك زيه كده، صامت وقوي صلب، جيش والقائد.
نكمل أخبارنا. مصر تدين السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ده بيان الخارجية المصرية. وزير سامح شوكو النهاردة كان بيستقبل لودريان، لودريان هو أصبح المبعوث الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان، ويطالب الدول، شكر يطالب الدول الكبرى باتخاذ موقف أكثر قوة وتأثيرا لوقف مجازر إسرائيل. الإعلام العبري أهو ما أجيب لك العنوان ده عشان برضو حضرتك تعرف بيقولوا عننا إيه. بيسألوا لماذا تسلح مصر نفسها عسكريا بهذا الكم الهائل من السلاح؟ مديناه وإن إحنا بنسلح نفسنا. إحنا بلد كبيرة قوي، ما لازم. ويقول لك مصر ليه عندها مئات الطيارات؟ وليه عندها آلاف الدبابات والمدرعات؟ ليه؟ عاملين تقرير طويل قوي قوي عن مصر وعن التسليح المصري. وأنت تزعل ليه؟ عندك مشكلة؟ أنت متضايق مني؟ يعني أنت متضايق إن أنا بجيش قوي وبسلح نفسي؟ دي دولة عندها أربع حدود كلهم نار، الأربع حدود كلهم نار نار لهيب. لو أنا ما عنديش ده كان بقى زماننا إيه؟ معاهدة السلام مع مصر تعتبره منطقة عازلة، لسه بكلم حضراتكم عنه. إسرائيل تدخل فيلادلفيا لأول مرة منذ 2005. يدعوت أحرونوت مصر قد تقلص العلاقات. هم بيعملين تقرير أيضا بيقولوا أنه لو حصل مصر طبعا حذرت، وأنه مصر ممكن تقلص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب غزو رفح. خلي بالكم الإعلام هناك شغال أيضا لأن هم عندهم مخاوف كبيرة جدا من رد الفعل المصري. يعني كل اللي أنا بعرضه لحضراتكم من عندهم هم، مش هم يبقوا، تبقى حضرتك شايف هم عندهم مخاوف كبيرة جدا من رد فعل مصر على كل المستويات. جبت لك العسكرية وجبت لك السياسية والدبلوماسية، تبقى عارف هم بيتابعوا ازاي، أو هم شايفين مصر ممكن حركتها تبقى ازاي لو حصل اللي مصر قالت عليه قبل كده، الخط الأحمر. توقف دخول المساعدات إلى غزة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. CNN مدير المخابرات الأمريكية طبعا ويليام بيرنز يعود للقاهرة لإجراء محادثات بشأن مش رفح بس، كل حاجة. مسؤولة إغاثة ترصد لCNN صعوبات يواجهها الفلسطينيون للإجلاء من رفح، لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، وهذا حقيقي. وفد إسرائيلي يتجه إلى مصر لتقييم إمكانية تغيير حماس موقفها من الاتفاق، لأنها مصر لشغالة. جوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم. السيد أحمد الغيط الأمين العام للجامعة العربية، مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس العرض المصري. إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح، والأونروا تحذر من كارثة. معبر رفح الفلسطيني، خلي بالك دايما يبقى كده، معبر رفح الفلسطيني، لأن احنا معبرنا قدامك اهو وعلمنا قدامك. دي مصر، دي مسؤولة عن معبرنا، معبر مصر ده بتاعنا، محدش لها علاقة بينا، احنا المعنيين بالدخول والخروج. ألمانيا تحذر، وزير الخارجية الألمانية تحذر من عملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بتدخل الفوري لوقف الاجتياح الإسرائيلي لرفح. الفصائل الفلسطينية احتلال وإغلاق معبر رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم سيؤدي لمجازر إنسانية. الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا، لا شيء يبرر الهجوم، كتب على حسابه على إكس، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح الفلسطينية. هيئة المعابر بغزة، الاحتلال يحكم على سكان غزة بالموت بعد إغلاقه معبر رفح الفلسطيني، ورفعين الأعلام أهو بتاعة الاحتلال أهو، ما ده معبر رفح الفلسطيني، نزلوا العلمين بتوع دول قدامك أهو، لما تكون حضرتك ده علم إسرائيل، ده المعبر، ده معبر رفح فين؟ فلسطيني. كان هنا علم السلطة الفلسطينية وعلم السلطة الفلسطينية هنا، شالوهم امبارح ورفعوا علمين بتوع إسرائيل قدامك اهو.
ده معبر الفلسطيني رفح من الجانب الفلسطيني. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يدين الهجمات الوحشية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية. والسري جورنال: الخلاف يتسع بين الرئيسين الأمريكي ونتنياهو بسبب رفح. هجمات غوغائية: التعاون الخليجي يدين العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. نيوزيلندا: وزير خارجية: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ليس مقبولا. إسرائيل: إلقاء حماس أسلحتها وإعادة الأسرى السبيل لإنهاء الحرب بغزة. سموتريتش ده وزير المالية المتطرف، مجرم الحرب، مجرم الحرب، الاثنين مجرمين حرب. يجب، هو بيقول سموتريتش، يجب على إسرائيل احتلال رفح ومحور فيلادلفيا، لن يسمح أبدا أبدا. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الموت ل 700 ألف امرأة وفتاة برفح، قالوا دول معرضين للموت من عملية النزوح رايحين جايين، فقالوا دول معرضين للموت 700 ألف. بيان مشترك: أول زيارة مهمة من 2019 الرئيس الصيني شي جين بينج إلى فرنسا، التقى الرئيس ماكرون امبارح وأرسلة فاندرلاين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، واتفقا في بيان مشترك الصين وفرنسا تدعمان إنشاء دولة فلسطين المستقلة في تصويت يوم الجمعة، تصويت يوم الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن شاء الله بإذن الله. 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة هيدلوا أصواتهم إن شاء الله وتكون يا رب بإذن الله، ولكن لازم يرجع بعد كده قرار لمجلس الأمن. إسرائيل: واشنطن أهو ستوقف تمويل الأمم المتحدة إذا منحت فلسطين العضوية الكاملة. هم خايفين طبعا من التصويت اللي هيتم يوم الجمعة لمنح فلسطين عضوية كاملة. فلسطين واخدة مش عضوية كاملة في الأمم، ولكن بصفة مراقب، وهي موجودة بصفة مراقب وليس لها عضوية، ولكن موجودة من 2012 كمراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الآن العالم كله شغال على عضوية كاملة لفلسطين بإذن الله يوم الجمعة الجاية. تزامنا مع اقتحام رفح الفلسطينية، أنباء عن انتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا. بوتين اليوم يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة حتى 2030. الرئيس بوتين النهاردة أدى اليمين، طبعا كان حاضر في الكريملين، 2600 كانوا داعينهم وحاضرين طبعا، وألقى كلمة يعني اتكلم فيها على تحديات تواجه روسيا، وقال إن احنا هنتجاوز هذه التحديات وهننتصر، وقال إن احنا بأي دولة بتثق فينا احنا كمان هنتعاون مع أي دولة تثق في روسيا. بيلاروس ده تطور مهم كمان جدا، تجري اختبارا مفاجئا لحاملات الأسلحة النووية التكتيكية، ده تطور مهم. أسعار النفط ترتفع مع تعثر محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل، تجاوزت 84 دولارا البرميل. الرئيس التونسي قيس سعيد: تدفق غير طبيعي للمهاجرين على البلاد لا يمكن أن يستمر، تونس عندها مشكلة كبيرة زي ما احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر، ما احنا عندنا نفس المشكلة، عندنا مشكلة كبيرة في مصر، تونس نفس الحكاية، تونس بس إجراءات، واخدين إجراءات قوية جدا. قال كده الرئيس التونسي وعمل اجتماع النهاردة لمجلس الأمن القومي، وقال لا يمكن نسمح واستمر بعملية الهجرة اللي جاية لنا وجاية تونس وعلى الحدود، وقال لسه مرجعين امبارح ولا ماسكين امبارح 400 دخلوا على الحدود مع ليبيا وغيرهم، وقال ان احنا يعني هنواجه هذا الأمر. السلطات التونسية تزيل خيام المهاجرين، الأزمة تتصاعد والغضب يجتاح الشوارع في تونس. صندوق النقد يتوقع، دي أخبار كنت بكلمكم عليها من يومين، يتوقع ارتفاع حصيلة مصر الدولارية ل 107 مليارات دولار خلال سنة. وعايز أقول لكم خبر كمان إيجابي، خبر إيجابي، خبر كويس يعني، خبر كويس. في إبريل اللي فات البنك المركزي الاحتياطي المصري وصل 41 مليار دولار، الرقم ده بقى لنا 4 سنين ما وصلنالوش،
كان آخر مرة في عام 2020 كانت مصر وصلت لأعلى احتياطي في تاريخها 45.5 مليار دولار. إمتى؟ في عام 2020. ثم بدأ الاحتياط يتناقص يتناقص، ينزل 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 ينزل. النهاردة وصلنا 41 مليار دولار احتياطي في البنك المركزي. الاحتياطي بيزيد مش بيقل. وده بيديك كمان رسالة طمأنة. بقول لحضراتكم من 4 سنين هذا الرقم اللي وصل له دلوقتي. 41 مليار دولار الاحتياطي الآن في البنك المركزي المصري في إبريل الماضي. وصلنا لهذا الرقم، رقم كبير، ونوصل إن شاء الله لأكتر من كده إن شاء الله. مصر الطيران تعلن 50% خصما على رحلاتها حتى 31 أكتوبر اعتبارا من اليوم حتى 31 أكتوبر، وبمناسبة مرور 92 سنة على مصر الطيران، انطلاق مصر الطيران 92 سنة، فعاملين خصم 50% من اليوم 7 أكتوبر لحد 7 مايو لحد 31 أكتوبر اللي جاي، ومحددين شروط للطيران على شركة مصر الطيران الشركة الوطنية، شركة الوطنية. وزي ما بقول لكم 92 سنة مصر الطيران تجوب العالم. خلي بقى شوف بكلمك على كام، 92 سنة شركة مصر الطيران أقدم من دول كتير قوي 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 قوي، أقدم من دول مصر الطيران، تاريخ كبير، علامة تجارية، براند عالمي مصر الطيران، قوة كبيرة جدا في سموات العالم. محتاجينها تبقى أفضل، طبعا محتاجين تبقى أفضل، خدمة أفضل تبقى أفضل، أسطول طيران محتاجين، بس كل ده محتاج مليارات الدولارات عشان تقدر تجيب لك 30 40 50 طيارة وجودات، أسطول تكبر أسطول معين، تجيب نوعية معينة. ولكن مصر الطيران بتشتغل على ما لديها من إمكانيات، ما لديها من طائرات، ما لديها من أسطول عشان تقدر تصل للنقاط المحددة والتوقيتات المحددة، وبالتالي بتحاول بتحدث نفسها كل شوية، بيجددوا يجيبوا طيار، يجيبوا اثنين، يجيبوا ثلاثة، يتعاقدوا مع 5 10 ويوصلوا تباعا، وعندهم طرازات مختلفة متميزة جدا جدا، عندهم عدد كبير من الطرازات المتميزة مصر للطيران. وزي ما بقول كده دايما لدينا ثقة في شركتنا الوطنية، الناقل الوطني المصري مصر للطيران، وتفضل الناقل المصري الرسمي مصر للطيران، ونحافظ عليها رغم المشاكل اللي عندهم. وتاني بقول، ما هو طبعا في ناس عندها مصلحة ان مصر للطيران دي تقفل، معلش اتكلم شوية طيران. اه والله بكلمكم بجد، في ناس لهم مصالح ان مصر للطيران تقفل، يبقاش عندك شركة وطنية، مش عن شركة نقل، نقل جوي كبير. حصل بعض الناس بيعتبروا لك ما ايوه يا سيدي، لان انت مصر الطيران تعرضت لازمات بعد 2011، تعرضت لازمات رهيبه زي كل حاجه حصلت في البلد، ما هي دي شركه زي البلد زي مصر كلها يعني. حصل تعيينات، الاف تعينوا، وانا قلت لكم قصه لما طلع 3000 واحد قطعوا صلاح سالم على عصام شرف وراح معينه في مصر للطيران، 3000 واحد، ثلاثة دول مرتبطين قد ايه اصلا، وغيره 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 وغيره. فتعرضت هذه الشركة لمشاكل هائلة منذ 2011، زي مصر، اذا مصر كلها كانت ضايعة، مصر كلها كانت رايحة في 2011، يعني مصر للطيران كانت تانجو يعني من الكارثة. ما اللي حصل البلد حصل في مصر الطيران، حصل في كل قطاع في البلد، كل حتة تحط ايدك فيها تلاقي فيها مصيبة منها مصر الطيران. ده كويس انها بتطير، والله كويس انها بتطير وانها تتعافى. بعض الخطوط لغوها، لغوها ما هو ما كانش عندك، لا عندك قطع غيار لا عارف تجيبها، ما عندكش داخل ولا عارف وقوع، ولا عندها كان مشاكل، مشاكل نتيجة 2011 طبعا. ما هو اي اجراء اقدر اقول لك عليه، لانه انا بقعد وبعرف من الناس، مش بطلع اتكلم كده وبس، لا انا قاعد، قعدت مع الكبار مسؤولين في مصر للطيران، وقعدت مع سياده الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بدل مره مليون مره، ومسؤولي مصر للطيران كلهم، وكل مسؤولي الشركات المصريه طيران اير كاير وغيره كلهم قعدت معاهم، وكل بتوع
كله طيران المدني وهي طيران مدني، قعدت معاهم كلهم عشان ابقى فاهم اعرف، عندي اسئله عايز اعرفها، فاروح اسال حد ولا اسال المسؤول؟ المسؤول عشان ما اطلع اقول لك الكلام اللي انا بقوله لك، ما حدش يطلع يقول لي لا. لا انا بقول لك الكلام اللي انا عارفه زي ما انا بكلمك كده، زي الكتاب فتح لك الكتاب. ادي مشاكلنا، وادي حكايتنا، وادي موضوع وحصل لنا وعام. طب ندعم الشركه ولا ندمرها نهدها؟ ندعمها، نقول لهم احسن تبقوا احسن. ايوه بقوا احسن، وفي تحسن كبير، وانا بسافر على مصر الطيران كتير. تاني بقول بسافر كتير على مصر الطيران، منتهى الاحترام. وضيافه النهارده بسم الله ما شاء الله، خدمات الجويه ما شاء الله، خدمات الارضيه ما شاء الله، عندنا افضل قائدي طائرات، احنا طيارين بتوعنا افضل ناس. الطيار المصري ده مفيش احسن منه، من احسن الناس الموجودين الطيار المصري. بنركب رحلات طيران اخرى، مش عايز اتكلم على دول عشان بيتضايقوا جدا وبيزعلوا جدا جدا. هب يعني تبقى والله تبقى كأنك راكب ميكروباص في بعض الدول يعني، لكن مصر الطيران لا، مصر الطيران لا. محتاجين افضل طبعا، وانا ما بقولكش لا. ايوه عايزه تبقى افضل شركه في الدنيا، بس ايه بالكلام؟ لا يا سيدي، فلوس، دعم وتمويل وطرازات جديده، طرق جديده، وتزود شويه يعني خدمات، شويه خدمات يعني. مش هتقدر تنافس في شركات طيران دول قائمه بدوله، شركه طيران في دوله شايله الدوله، شايلاها، ما عندهاش غير هذه الشركه. احنا الحمد لله عندنا مصر الطيران، وعندنا مليون حاجه زي مصر الطيران، احنا بلد كبيره جدا جدا. لكن تاني بقول ليه في ناس عايزه تهد مصر الطيران؟ ليه؟ ايه المصلحه؟ اسيوط الوطنيه للبترول، ليه بقى الرقم ده وليه الخبر ده؟ شوف تستثمر كام؟ 3.1 مليار دولار، مليار دولار. عشان ايه؟ تشغيل 5 وحدات انتاج، عشان يعملوا ايه؟ عشان يوفروا احتياجات السوق المحلي بس، ده الخلاصه يعني. محتاجين بنزين، محتاجين وقود، محتاجين سولار، بعمل لك وحدات اهو، بتكلم على اسيوط مش بتكلم على اسكندريه، بتكلم على اسيوط. احتياجات السوق المحلي، بتعمل الضخ ده في هذه الشركات عشان حاجه السوق المصري، المواطن المصري محتاج ايه؟ ايه اللي ناقصه؟ تبقى الحاجات دي تبقى موجوده. فبنعمل الخدمات اللي موجوده ونعمل الوحدات اللي موجوده لدعم، تاني بقول لتوفير احتياجات السوق المصري من اللي قدام حضراتكم ده. مصر تخصص قطعه ارض لاقامه مطار دولي في مطروح، راس الحكمه طبعا. يعني ده تاني في راس الحكمه، اللي القرار اللي كان مجلس وزراء خصصوه من حوالي 3 أسابيع صدر بيه قرار جمهوري عشان يتم تخصيص الارض خلاص ويتعمل مطار راس الحكمه. مصر تستهدف اهو تاني تاني، بنعمل ايه؟ ده ايه؟ الغاز. عشان ايه؟ مصر تستهدف زياده انتاج الغاز الطبيعي 8% السنه اللي جايه. ليه؟ ليه حضرتك؟ عشان محطات الكهرباء، عشان الكهرباء، عشان احتياجات السوق المحلي، احتياجاتنا محطات، محتاجين غاز طبيعي، فنزود اهو انتاج 8%. كان عندنا شويه مشاكل الفتره اللي فاتت، كان عندنا، ولكن هو ربنا يكرم ان شاء الله وهنزود ان شاء الله. ترند النهارده